السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلبة والطالبات. محاضرتنا اليوم حنتكلم عن الغاية والاستمرارية. محاضرتنا السابقة حكينا عن الغاية وعرفناها أنه هي تمثل قيمة الدالة f of x عندما يقترب متغيرها x من مقدار معين وليكن a. وتعلمنا أنه من أطبق الغاية على دالة نبسط الدالة بحيث عندما نأخذ الغاية تكون الغاية موجودة أو معرفة. مثال اللي أمامكم يوضح لنا عن دالة مركبة. شنو الدالة المركبة؟ اللي هي تنقسم الدالة على شكل فترات. هاي الدالة مقسمة على فترتين. أجي أخذ الغاية إلها. بما أنه هي الدالة هي متعددة حدود فما عندي مشكلة أنه مجالها أنه تكون الغاية غير معرفة يعني عليها. هسه هنا أخذ الغاية من جهة اليمين. وبالتعريف الواضح أمامكم أنه الغاية من جهة اليمين لازم تساوي لنا الغاية من جهة اليسار وتساوي لنا مقدار معين. زين اجي على المثال. هسه اخذ الغايه من جهه اليمين اللي هي القيم x اللي هي اكبر من الواحد. اخذ الشكل مالتها انه هي الداله 2x اعوض عن قيمه x بواحد، واخذ الغايه من جهه اليسار لقيم x اللي اصغر من او يساوي لها واحد، والداله معرفه انه x تربيع زائد واحد. هذا المثال انه نحصل على انه الغايه موجوده. ليش؟ لانه الغاية من جهة اليمين تساوي الغاية من جهة اليسار. أجي هسه على المثال الثاني. هم عندنا دالة مركبة عبارة عن دالة متعددة حدود معرفة على فترتين. أجي أطبق الغاية من جهة اليمين. X تربيع زائد واحد أخذ لها الغاية من X تقترب من الواحد. أحصل على قيمة يساوي اثنين، وأحصل أجد غاية الدالة من جهة اليسار للعدد واحد، أطبقها على الدالة 2x ناقص واحد أحصل على مقدار واحد. بهاي الحالة نشوف أنه الغاية من جهة اليمين لا تساوي الغاية من جهة اليسار، فإذن الغاية غير موجودة. الاستمرارية. الاستمرارية الدالة نقول عليها f of x هي دالة مستمرة عند القيمة x not إذا كانت الغاية من جهة لمن الغاية للدالة f of x لمن x تقترب من x not تساوينا الدالة عندما نعوض x not بها. وتحقق الشروط الثلاثة. أول شيء أن الدالة تكون معرفة لما نعوض عن x not بالدالة، وهاي القيمة x not تكون موجودة من ضمن المجال الدالة. ثاني شرط أنه عندنا غاية الدالة موجودة لما x تقترب من x not. شنو موجودة؟ إنه الغاية من جهة اليمين تساوي الغاية من جهة اليسار. ثالث شرط إنه الغاية للدالة لما x تقترب من x not تساوينا الدالة لما نعوض x not بها. عندنا مثال قدامكم يشيك هل إنه الدالة مستمرة عندما x يساوينا سالب واحد. أجي هاي الدالة طبعاً هي دالة مركبة. أجي أطبق الشروط الثلاثة اللي هو شنو؟ أول شيء أعرف إنه شنو مجالها. هنا عندي ماذا؟ ما لا هي دالة كسرية ولا دالة جذرية، فإنه الدومين مات المجال مجال الدالة هو R. سالب واحد هو من ضمن هذا المجال، فأجي أعوضها بالدالة وأحصل إنه هي دالة معرفة عندما X يساوي سالب واحد. أجي أطبق الشرط الثاني لما الغاية من جهة اليمين، لأنه إحنا دالة مركبة فأخذ جهة اليمين وجهة اليسار. جهة اليمين عوضها لما x تقترب من سالب واحد، يعني شنو؟ قيم x اللي هي أصغر من سالب واحد، يعني سالب اثنين سالب ثلاثة، أعوضها لما الدالة f of x يساوينا x تربيع. زين هنا عوضناها حصلنا إنه هسه وجدنا إنه الغاية من جهة اليمين لا تساوي الغاية من جهة اليسار، فإذا الغاية غير موجودة غير معرفة.
وغير موجودة، وعندنا إذا الدالة غير مستمرة عندما X يساوي سالب واحد. عندنا المثال الثاني دالة F of X هي عبارة عن قيمة مطلقة لـ X ناقص 2، هل هي مستمرة عندما X يساوي 2؟ أجي لما قيمة مطلقة فهي عندنا قيمتين، واحدة بالموجبة واحدة بالسالبة، أكتبها بهالشكل على شكل فترات. أجي أوجد على طبق الشروط الثلاثة، أول شيء أوجد المجال الدالة وأطبقها على الدالة، قيمة عوض عن قيمة X يساوي 2 بالدالة وتكون معرفة. الشرط الثاني إنه الغاية من جهة اليمين تساوي إن الغاية من جهة اليسار، هنا هم ساوت لنا الصفر. الدالة لما عوض عن قيمة X يساوي 2 لازم نساوي إن الغاية الدالة، فبهالحالة إحنا الشروط الثلاثة تحققت، فإذا الدالة مستمرة عندما X يساوي 2. المثال الثالث عندنا دالة كسرية، أريد هل هي هاي الدالة الكسرية هل هي إنه مستمرة عندما X يساوي 1؟ ما زالت هي دالة كسرية، فأشوف المجال مالتها، المجال مالتها هي كل R ما عدا سالب واحد. زين أنا هسه أريد هل هي دالة مستمرة في نقطة X واحد وواحد من ضمن المجال؟ أوكي، فإذا أطبق الشروط، أعوض عن قيمة واحد بالدالة وحصل على قيمتها وألقى قيمة الغاية الدالة. هنا لأنه مركبة، يعني مركبة قلنا من جهة اليمين ومن جهة اليسار، فأكتبها بهالشكل الدالة نفسها وعوض عن قيمة X، أحصل على قيمة يساوينا هنا نص. فالشرط الثالث هي أن الدالة لما عوض عن قيمة X نفسها هي لما غاية الدالة لما X تقترب من واحد. هاي المثال الثالث دالة مستمرة عندما X يساوينا واحد. هنا المثال الرابع نفس تقريبا مثال الثالث، يعني بس مجرد هو هل إنه الدالة مستمرة أو غير مستمرة عند نقطة ما. هنا المثال الخامس عندنا دالة، ابحث عن أو تشيك إنه هل الدالة مستمرة أو غير مستمرة عندما X يساوي 2، وطاني دالة مركبة وأجي أطبق الشروط الثلاثة عليها وأتحقق هل إنه هي إذا طبقتها فهي دالة مستمرة، وإذا أي شرط من هاي الشروط لم يتحقق فإذا الدالة غير مستمرة. هنا عندنا بالمثال الخامس، مثال الخامس لم تتحقق الاستمرارية. المثال السادس هم دالة كسرية، وأجي مثل ما تعلمنا شلون أوجد مجال الدالة وهل إنه الدالة معرفة، وأبحث عن وجود الغاية. وهنا لأنه الغاية الدالة من X تقترب للصفر اللي الدالة واحد على X تربي، إحنا قلنا لما هنا عوض شصر صفر واحد على صفر وهي غير معرفة infinity. زين والمثال اللي أمامكم الشكل يوضح هذا الشيء. عندنا التعريف هنا الدالة F هي دالة مستمرة من جهة اليمين عند النقطة A في حالة إنه الغاية للدالة F of X لما X تقترب من A من جهة اليمين تساوينا الدالة لما نعوض عن قيمة A بالدالة، والدالة مستمرة عند من جهة اليسار بالنقطة A إذا كانت الغاية من جهة اليسار تساوينا الدالة عند نعوض قيمة A. هنا المثال اللي قدامكم أن دالة مركبة F of X يساوينا واحد لما X قيم X أصغر من صفر، ولما X بين الصفر والواحد قيمتها يساوي الدالة جذر واحد ناقص X تربيع، وهنا لما X قيم X أكبر من واحد الدالة ناخذها هي X ناقص واحد. فأجي يبحث عن استمراريتها بالنقاط at X يساوي زيرو وطبق الشروط الثلاثة وأشوفها هل هي مستمرة بهاي النقطة، ولما آت X يساوينا واحد وأبحث عن أطبق الشروط وأبحث عن استماريتها، عبارة عن أطبق أنا عندي النقطة بالدالة على حسب وين ما تكون معرفة بهاي الفترة. هنا مثال دي يقول إنه هاي الدالة مستمرة،
يعني شنو مستمرات طبقت الشروط اللي هي أول شيء الدالة معرفة، ثاني شيء الغاية من جهة اليمين تساوينا الغاية من جهة اليسار وهي موجودة، ثالث شيء إنه غاية الدالة تساوينا الدالة عند غاية الدالة لما X تقترب من X not يساوينا الدالة لما نعوض عن قيمة X not. هاي الشروط هسه دا يقول إنه هاي الشروط هي متحققة بهاي الدالة، بس عندما طبعا في النقطة X يساوينا 3 ونريد نبحث عن قيمة A، أجي أحلها بهالشكل، ما زال هي مستمرة بهاي النقطة، فإذا غايتها الغاية لما X تقترب من 3 وين أجي أطبقها الغاية من جهة اليس، هسه هنا X القيم X اللي أصغر من 3 فهي أطبقها بهاي المعادلة، إيش قد أعوض عن قيمة 3 هنا حصلت على غاية الدالة يساوينا 8، وأجي إنه لما أعوض X يساوينا 3 بالدالة شوين أخذها، أخذها إنه 2 A X وعوض عن قيمة 3 X 3 أحصل على 6 A. إذن ما زال عندي أنا الغاية للدالة لما X تقترب من 3 يساوينا الدالة لما عوض عن X يساوي 3 فأحصل على قيمة A. أشكركم، أشكر انتباهكم.